فيديو جديد من قناة برنسيست البيت. لو أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تنزلوا تحت تضغطوا على كلمة اشتراك اللي جنب اسم القناة دي، تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد من الفيديوهات. النهاردة نتكلم عن أحسن نوع بلسم موجود في السوق، وهل في فرق ما بين البلسم الغالي والبلسم الرخيص؟ طب أنا هستخدمه ازاي؟ وهل هو لو استخدمت شامبو مش لازم بلسم هيحصل حاجة مثلا في الدنيا؟ هيحصل حاجة مثلا؟ ايه اللي هيجري يعني؟ طيب احب اقولك ان الشامبو استخدامه، وطبعا ما يعني دي معلومة كتير عارفها، ان استخدامه من مرة لمرتين في الاسبوع. الشامبو بيسيب الشعر ناشف بسبب ايا كان، اذا كان طبي او تجميلي. التجميلي ده اللي هو زي فاتيكا وايفا والحاجات دي، والطبي زي مثلا سترونج فيل والحاجات دي. الفرق ما بينهم مفيش فرق ما بينهم، الاتنين بيسيبوا الشعر ناشف بسبب ان هما الشامبو معمول عشان ينظف الشعر، ينظفه من اي اتربة موجودة فيه، من اي زيوت، فبالتالي بيشيل اي زيوت ترطيب فيه فبيسيبه ناشف. هو الفرق ان في شامبو بيكون بيراخي قوي، فده بيبقى مضر اكتر بالشعر. عامة احسن شامبوهات هي الشامبوهات الهندية، بس دي بتكون مش متوفرة ولا في مناطق كتير، وبتكون عايزة تطلبيها اونلاين، فالناس اللي بتعرف تطلب اونلاين والكلام ده فاحسن. وعلى فكرة هي بشوفها ان هي مش غالية، ده هي بنفس سعر الطبي الحاجات الطبية، بس هو اي نعم اغلى شوية، ممكن تكون اغلى شوية عشان مستوردة والكلام ده، بس على فكرة فعاليتها وكفاءتها عالية جدا. ان شاء الله باذن الله يعني الغمة اللي احنا فيها دي مزاح، وان شاء الله باذن الله احاول ان انا اطلبها اونلاين عشان نشوفها مع بعض. خلاص اللي هي الزيوت والشامبوهات والحاجات الهندية. خلاص تعالي بقى نتكلم عن الشامبو. طبعا الشامبو مهم جدا ان انا استخدمه في فروة الشعر بس، ويبقى طبعا مخففاه بالمية. تقريبا حاجات كتير من الناس بقت عارفاها، لان كتير اتقهروا كتير دكاترة فيها، فالناس كتير بقت عارفاها. طيب استخدم اي شامبو، اي نوع شامبو؟ عامة انا عايزة كأم، عايزاكي كأم ما تستخسريش في نفسك ان انتي تجربي. اجرب نوع، طب ما نفعش معايا اجرب النوع التاني، طب هيعمل ايه في شعري اجرب النوع التالت، فليه ما جازفش كأم وان انا اجيب. وعلى فكرة لو جيتي قارنتي ما بين الغالي والرخيص، الاتنين بحس ان هو نفس الفكرة، ما بيفرقش، فبالتالي سيبك من هو غالي ورخيص والكلام ده. عشان كمان الحاجات دي بتبقى قاعدة اكتر من شهر كمان، يعني ده للناس اللي بتشوف الحاجات الغالية والرخيصة. طيب تعالي نتكلم بقى عن البلسم. البلسم مهم جدا 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 نستخدمه بعد الشامبو، مفيش كلام. البلسم كمان بيستخدم، ممكن تستخدميه يوميا، ما بيضرش الشعر. طيب استخدمه بعد الشامبو على اطراف الشعر بس، يعني اطراف الشعر والشعر من فوق بس، لكن فروة الشعر لا. طب ليه؟ لانه بيطبعها بيديلها سنة زي، انا عايزاه ابسطها لكم، بس هي بتديلها زي كأنها طبقة دهنية، خلاص. فبالتالي الطبقة الدهنية دي غلط على فروة الشعر، بس بتحمي الشعر، فبالتالي انا بكون عايزة البلسم عشان يعمل لي طبقة دهنية. طيب خلينا لسه نشوف انواع البلسمات كده اللي موجودة. عامة انا ما عنديش العبوات، برميها اول باول الحمد لله. فخلينا نتكلم مثلا عن فاتيكان، بلسم حلو جدا وجميل وبتاع وحلو، والشامبو بتاعه، بس الشامبو بتاعه على فكرة حاسة ان هو ضعيف جدا، مش قوي، وما بيأثرش في الشعر في حاجة، ولا ان هو بي مثلا اي ان هو مثلا بيطول ويتقل وكلام، لا ما بيأثرش في الشعر خالص. البلسم بتاعها كمان ما بيأثرش في الشعر، خلاص هو حلو وبيرطب الشعر بعديه والكلام ده، لكن هو يأثر في الشعراية، يأثر فعلا، يقلل من تقصيفها فعلا، يرطبها ترطيب عالي تقعد اليوم كله، مش حاجة لحظية الكلام ده، لا خلاص. في عندي كمان بلسم جبته الفيف، خلاص بحس ان منتجاتها كلها ضعيفة اصلا،
كله كده ضعيف وحش جدا، وبيسيب الشعر كأنه شامبو، بيسيبه ناشف، فبالتالي بلاش منه خلاص. كمان في كده اعلى ده تقريبا في نفس الرينج بتاعه ده، تقريبا كان ب 30 جنيه، وارخص منه اللي هي فاتيكا. معرفش ايفا فيها بلسم ولا لا، لاني احس ان منتجات ايفا، في منتجات ليها كتير بس مش متاحه في الصيدليات، مش متاحه في كل الصيدليات، مش متاحه في كل المولات، بحس كده خلاص كده. طيب في عندي بلسم ايه احسن نوعين بلسم موجودين في السوق، هو دوف، وطبعا منساش تاني حاجة ترسمي حلو جدا جدا. هو تاني اهو انا استخدمت دوف وطبعا رميته، فمعرفتش اجيب لكم العبوة. احسن حاجة، طيب هقول لكم بقى يعني على الكلام الحقيقي مع الاستخدام، الاتنين دول دوف او تريسيمي، الاتنين فعلا بيفرقوا في الشعرات فعلا، اي حاجة تاني لا، يعني اي حاجة تاني لا. هتقولي لي بنتين ما بيأثرش في الشعرات، اي نعم بيديكي ترطيب حالي، لكن ان هو مثلا بيحمي من التقصف مثلا زي ده، او ان هو بيقلل التساقط او ايا كان، لا ما بيعملوش كده، فتحسي ان هما لا بيرطبوا الشعرايه بس من غير لما يعالجوها. فدوف تقريبا بلسم كان ب 50، وفي اعلى من كده على حسب المكان، وده بيبدأ سعره من 80. لكن ما تتخضوش من الاسعار للناس اللي بتبقى اهم حاجة عندها السعر يعني، لان ده بيقعد كتير خلاص، مقارنة بمثلا تصوروا ده ب 30 مثلا، يعني ما بيقعدش يعني 3 مرات وبيخلص، 4 مرات بالكتير لو حد شعره تقيل. فحتة الاسعار زي ما انا قلت لكم كده ما تبصوش عليها، عايزين نغير نظرتنا في الاسعار بالذات في الحاجات دي، من غير بقى حتة ان ده افيد والكلام ده. طبعا مهم جدا، وزي ما انا قلت لكم تلاقي تقيس الاتنين زي بعض. طيب دوف حلو قوي، بيرطب الشعر وفعلا بيعالجها، فعلا فعلا بيأثر في الشعرايه، ولكن انا حسيت ان الترسمي احلى منها، احلى من دوف كمان وافضل، حلو قوي قوي، جميل جدا قوي، وكمان يعني تقيل على فكرة، عشان ايه استخدمته فهو تقيل. عايزه بس اقول لكم حاجه عليه مهمه جدا جدا، عامه في اي بلسم، البلسم ولما بتيجي تستخدميه على اطراف شعرك لازم، طبعا هما بيقولوا وهو مكتوب هنا وفي اي بلسم معروف، ان انت بتستخدمي مشط يكون الحروف بتاعته او كده واسعه، الاسنان بتاعته، بس انا افضل ايديكي احسن خلاص، لان انت لو بتستخدمي بلاستيك هيشد الشعر، فخليكي في ان بايديكي كده تبداي تحطي البلسم، وعلى فكره حته زي كده هي بتكفيكي عشان تكوني عارفه كويس ان انا حطيتها، يعني حته زي كده بتكفي 100 100. بروح مفرقه الشعر، بصففه بمعنى اصح بايدي مع البلسم، باجي اخرج من الحمام وانشفه، خلاص انا كده خدت النتيجه المطلوبه، وفعلا ده فعلا بيفرق في الشعر كتير. يا رب اكون افدتكم في ان احسن بلسم موجود في السوق بالنسبه للبلسم التجميلي، وزي ما قلت لكم طبعا الاسعار ما تفرقش تماما عن بعض. تنسوش اللايك، اضغطوا لايك ان عجبكم الفيديو، و كمان تعملوا له شير عشان اوصل لاكبر عدد من الناس.